ألو، تفضل. السلام عليكم. وعليك السلام، تفضل. يزيد فضلك. حياك الله، تقول تفضل. يا شيخ وليد، تفضل. تقول إن الآية 67، تسمعني؟ تفضل. تقول إن آية 67 آية التبليغ ليس من أجل آية 55 آية الولاية، صح؟ ليست إيه؟ ليس من أجل التهديد، ليس من أجل هذه الآية. لا، ده التهديد ده ينفي أن هناك ولاية لعلي بن أبي طالب قبل هذه الآية. لا، قلت أن شلون يهدد وهي آية 65 وهي بعد 67. أيوة، إزاي أنا بلغت وبعد كده هددك أقول لك بلغ؟ ما أنت بلغت. طيب 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 آية 55 متى نزلت؟ ألو، اتفضل. آية 55 متى نزلت؟ قول أنت بقى، يلا. أنا سألك، أقول أنا شلون؟ أنا بس قول أنت، آية 55 كيف نزلت ومتى نزلت؟ براحتك، يلا. خلينا نشوف. أنا سألك، ماكو براحة. أنا سألك حتى تحل الإشكال بالله. يعني هي معلش عشان بس نخلص الموضوع. عشان نخلص الموضوع بس. عشان نخلص الموضوع. يعني أنت بص، عشان بس نجيب من الآخر، أنا بحب أجيب من الآخر وأمشي مع الشيء زي ما هو عايز. انت عايز تقول ان الايه 55 نزلت بعد الايه 57، بعد الايه 67؟ انا اسالك، انا مو وليد، انا مو عاوز اقول، انا اسالك. انت ما تسالني، انت اسال نفسك وتعالى جاوب. انت فاتح برنامج يا وليد، انت فاتح برنامج انت يا ابني، اسال نفسك وتعالى جاوب. انت عايز توصل لايه من النهايه بس؟ مش الاشكاليه بسيطه يا وليد، انت فاتح حوار لاجل حل الاشكال. طيب انا احلها لك، انا احلها لك، عندك جواب؟ لا، انا احلها لك، احلها لك، احلها لك، احلها لك، احلها لك. اديني فرصه احلها لك، اديني فرصه احلها لك. تفضل حل. تمام. ان هذه الايه عندكم: يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته، في غدير خم. وايه الخاتم عندكم: قبل ولايه علي بن ابي طالب عندكم في غدير خم. إذن الآية 55 نازلة قبل الآية 67. تفضل يلا. إذن شنو إذن؟ بين هي 65 قبل 67، أكيد يعني، غير مسلماتها. المنغول يعرفها، 65 قبل 67. لا، أنا ما قلت لك إنها نازلة كده. أنت بص، هقول لحضرتك حاجة. تعالى تعالى نعمل حاجة كويسة. اسمعني بس، اسمعني. تعالى نعمل حاجة كويسة. تعالى نعمل حاجة كويسة. متى علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه تصدق بالخاتم عندكم؟ وليد اسالك سؤال، جاوبني، لا تجاوبني بسؤال. عندك جواب؟ لا، انا بقول لك عايزين نعرف. هنمشي واحده واحده، هنمشي واحده واحده، هنمشي واحده واحده ونعرف دي نزلت قبل دي ولا دي نزلت قبل دي. متى تصدق؟ مش هيسمع الشيعي. اسمع وليد، هتسمع غصب عنك، هتستعمل معاك الطريقه اللي انتوا بتحبوها. انا مشيت معاك ومشينا بالراحه وبهدوء. متى علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه عندكم تصدق بالخاتم؟ اظن السؤال واضح. اما ان يكون بعد غدير خم، واما ان يكون قبل غدير خم، صح؟ اللي انا عايز اعرفه، قبل الغدير ولا بعد الغدير؟ يلا اتفضل، هفتح عليك. يلا خلصت؟ خلصت، اتفضل. سالتك سؤال، جاوبنا عليه، لا تسالني. لا، لا، سبحان الله، انت يا ابني عندكم، عندكم عندكم تقولون أنها نزلت في علي بن أبي طالب عندما تصدق بالخاتم، وقصة التصدق بالخاتم هي قبل أصلا قصة غدير خم. يبقى إذن هي نازلة قبل غدير خم. أنا بجاوب إجابة عشوائية ولا بجاوب إجابة من كتبك؟ بس سبحان الله، جاوبتك ولا ما جاوبتك؟ والله جاوبتك. يلا اتفضل. خلك كمل. تسمعني؟ اسمعك، تفضل. انت كان احتجاجك بانه 67 لم تنزل من اجل 55. انا سالتك سؤال، متى نزلت حتى يا ابني؟ وانا قلت هو انا قلت انا يا اخوانا لحظه يا اخوانا، هل انا قلت ان ايه 67 نازله قبل 55؟ انا قلت الكلام ده؟ انا قلت الكلام ده؟ لو في واحد منصف من الشيعة موجود يقول لي ان انا قلت ان الايه 67 نازله قبل الآية 55. تفضل، أنت بتسمع غلط وتيجي. خلي أكمل. لا، فاهم الموضوع ومتابع الحلقة جيدا.
اسمعني 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 حتى لا يصير تصدى بالصوت. اسمعني تسمع؟ اسمع تفضل. بدايه الحلقه قلت مليون عصفور بحجر واحد، هسه انا راح اضرب انتايتين بحجر واحد. جاوبني على سؤالي، خليك كمل يا تقاطع. جاوبني على سؤالي، متى نزلت ايه 55 في اي وقت نزلت في علي بن ابي طالب كما يقول الشيعة قبل غدير خم؟ اسالك انت سؤال، متى نزلت؟ يا ابني انا ما جاوبتك، هو ده مش دينك يا ابني، انتوا بتخافوا ليه من كتبكم يعني؟ روح يلا روح يلا روح يلا. روح يا كابتن روح 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 يلا. يقول لي بتخاف، اخاف على ايه؟ اذا كان انا بجاوبك بالكتب بتاعتك، ان كانت كتبك عمياء عرجاء خنفاء طرشاء ماليش دعوه بيك انا، سبحان الله.